يا عمي يا عمي، عم اقول لك روق لفظوش، انا حليت الموضوع. شلون حليته؟ ايه لا لا، ما بحكي لحتى تشرب كاسه الواجب. عفاري معليك، هيك الاصول. زهرة، ايه بتتري لعند غادة سوي لنا كاسه شاي؟ ما بدي تحط لنا الاجتماع. هلا مشان ما اعطل لك الاجتماع ولا بدك تنظفني؟ شوف عمي اسمع، ندعي ندعي من يمك مع بيدك جوزك. يلا يا ابي حاضر، انت بتقمو. مرحبا. شلونكم؟ مرحبا. اهلين. على مهلك. على مهلك علي عمي. هذا يا سيدي، ما انت ام هاني وجماعتها طالعين على البلديه وداخلين براطين مشان يعدلوا المخطط. ايوه ايه، وشو المطلوب مننا نحن هلا؟ يعني نحن لازم كمان ندفع براطين مشان نعدل المخطط. من امتى الحبيب صار تميز بالشعير؟ عمي ابو طمزه معه حق باللي عم يحكيه. ايه ماشي، انا موافق. اوكي، انا ما جماعتكم مشان تعترضوا او ترفضوا. لك انا مشان شو جماعتنا؟ نوال ايدكم كل واحد على 500 500 على الماشي. انا ما معي. الديان. وانا ما حدا بيديني. ايه خلي غاده ترجع الكندرة. ايه ماشي، بس بركي ما رجع لي اياها. هاتوا انا برجعها. سلامة. خذ الثانية. مثل ما ودعت تلاقي الهي. تلاقي الخير. خلي لي اياكي لا يؤبي لك رمج ليلي. اقبال عندك زهرة. خلي لي اياكي. مبروك. حلوة. يحلى وبرك الهي على الموديل. صرت لك اجلك ثاني مرة تحطيها بوشي. هلا المهم بدي الحلوان. انا حلوان؟ دفعنا كل ثروتنا حق الكدرة وضل معنا حق حلوان. اشتحية اشتحية. ما بدي، انا جايبتها مشان البسها مو مشان عيط فيها. مدام انت روحي، جوزك بده اياكي. روحي. شفتي مثل ما وقعتي؟ لا الهي. لسه ما شلحتيها اشتحية. ليش؟ بدنا نرجع. ما بدي، ضليت ساعة كاسرة مشان ننزل لها 50 ليرة. شوفي حبيبتي، قدامك خيارين، يا بتصفي بكندرة بلا بيت، يا بتصفي ببيت بلا كندرة، ما في حل ثالث. بنوب بنوب. شو دخل الكندرة بالبيت؟ بدهم يشقوا طريق من نص البيت، من هون يعني، من محل مالنا قاعدين، بجوز تكون فتحة الريجار بالمحل اللي انت قاعدة فيه، بقى لازم ندفع برطيل مشان يعدلوا المخطط. ما فهمت. حبيبتي ليش انت ايمن كنتي تفهمي علي؟ اه ايمن. ما بتذكر. معناها لا تعلي لي قلبي، خلص تعي من رجلك خلينا نرجعها. ما بدي، بدي ضل حافية، كبيت الكندرة العتيقة. مو مشكلة مو مشكلة، خلص بعطيكي صباطي. ما باخذه. لك هلا بدي حوشيه شوي تخرب، بعدين امشي وانت لازق رجلك بالارض، ضروري ترفعيها يعني. شو انت؟ انا بدبر حالي بابقابك، الرجال ما بيعيبوا ابقابك.